لا تصدق بأن هذا البيت المتواجد ببلدية عين كرم الحدودية بالطارف يروي داخل جدرانه مأساة عائلة لا تعيش كالبشر، 5 أشقاء مرضى ذهنيا يعيشون على هذه الحالة منذ 30 سنة. دخلنا البيت بصعوبة، وكل هذا يقع على كاهل والدتهم العجوز التي تجاوزت 80 سنة. نعطيهم القهوة، نعطيهم النيك، نعطيهم بصحته وخسرته، من كان يعني في 83 سنة، 83 سنة، وهم 5 الناس يحارت فيها هذه، مليهم ربع ما يقيمهمش. أنا والله أنا ربي يعني ناقف ما واقف معه، والله قايمة به وشوف منتيش حتى أنا بصح ما بقى فيه شيء طيحوني. الأشقاء 5 يموتون ببطء دون طعام ولا لباس ولا علاج، دون أن يلتفت إليهم أحد من السلطات لولا مساعدة المحسنين من أبناء عين كرمة. كنت ضاربين من هنا، هم ضاربيني، وعندي الكلاب يحشيك، وعندي عيني راحت كبيرة ما نشبح، نروح ننقد الطرق ما ننقدش الطرق. الحاجة، الفقر والمرض حول أفراد هذه العائلة إلى مجموعة تائهة تصارع بمفردها المستقبل المجهول.